رجل ما ضل حدا ما عجب فيني. عن زي وعد والكل بده يذبح فيها. جاء على بالي هدي البلد كلها. شو صار بالبلد؟ أخي هاي البلد ما فيها غير اللف والدوران والقصر العدلي بتشتريه ب10,000 ليرة الله وكيله. معك بيحترموك، ما معك بتنتهى اسمك البلغشي. إن شاء الله. ليش انتو بتعرفوا لله يا أولاد الكلب؟ سرقته ولهطه وبلعته وما ضل غير الله. ولك ما حد بيعرضه. مو أنا بعد جسبي مشان ما بيعرضي يا بنت الحرام. لا تستروا ما شفتوا منه. ولادة من الخاصرة قريبا في رمضان.